Yeah.
يقسو علي وإنما يأسو ذهاب الأطيبين كالخارجي ندامة يبكي على رأس الحسين. نظر الشقي شجونه شعرا ووعي بين بين عينا توفي حزنها حقا كأن الحرف دين. فلكل حياتي يلوخني بعنيف أضراس ولين واللين أعنف طارة في جبر كسر كسر عين. بعض تراب حطه وحظوظ بعض من لجين أنا صاحب الكسعي في هفواته وعفو حنين. ذو الفهم يقبض نبضه وأنا أقرر بالأذن. وأعذبك مرة أخرى وأناديك بالمنبر كي تقدم شهادة في المحتفى به الشاعر زبير خيرات. فرصة للحديث من القلب، طبعا من القلب للقلب لا يحجب البوح ستر ليعبر أسرع من نبضه. الأصيل لأن الأصيل المقرن خارج السرب، هذا السخي لأن السخاء يكون ابتداء. سأزعم أني رأيت حقيقته في وضوح الزجاج. الزبير الذكي الذكي تفوح قصائده عبقا وحده عنده السر في السبك والحبك. يدرف من بحرها ما يريد وينحت من صخرها ما يشكل رؤيته ورؤاه. صوتي فإن الصبت منك قبول هيهات شوقي ما صددت يزول. ردي جوابا أو سكوتك رده هذه الشفاه سكونها مقبول. قالت لماذا لا تقول سكينتي إن الخيال بغيركم مشغول. يا موجتي خداك قد رسم ألا هيا تعال ومخلتاك رسول. هذا وإلا الحق ينصب فاعل في نحوكم أو يرفع المفعول. سيحين وقت للتغزل غير ذا إذ آن للحرف النبيل هطول. هذا إمام الشعر كيف أمامه أرقى القصيد وما عسى. سأقول من أين يبدأ وصفه لو أنني حينا كأحمد في المديح أصول. يا من يبعثرها سؤال فضولها ماذا يسعر في النساء فضول. إن كنت سائلة لمن تكرمنا إن الزبير لساحر ورسول. ما كل من طرق القصيدة شاعر والفصل فيه مفصل وكسول. قبل الطريق إلى إرم وحروفه ثلج النفوس وبوحها مسقول. سفر لآدم في جدائل لنجة يعلي الرهان صبية أمغول. أما الذي سلب العقول فكله سحر بسر جماله مكفول. وقصائد للناس ينسجها على مهل وبين دلالها مدلول. إن أشكلت بعض المسائل فاسألوا من عنده حين الحلول حلول. سهل إذا خفض الزمان جناحه فالوجه بسم والفؤاد سهول. جبل إذا أبدى العناد قرونه ثبت على حال فليس يحول. يا سيدي أعجلت فيك مقالتي ما حيلتي إن الشباب عجول. هذه رياض أنت ساقي زهرها فالطلع منها الشكر حيث تجول. Oh.
ذهب الله، وإن حرمت فإن المانع الله، وما تناله من رزق وعافية إلا نصيبك من أفضال نعماه، وإن أصابك ضر فيه موجعة فقل عسى أن أكيد تم رحماه. شر ابن آدم من يدعوه في رهب، وإن تقلب في الخيرات ينساه، ومن يكون له مولى يدل له من العبيد، ورب الكون مولاه، ومن يرى في يد المخلوق نعمته وما وجوده والمخلوق لولاه. فقل لمن أرسل الشكوى إلى بشر لولا توجه للأعلى بشكواه، كم نتقي الناس والدنيا ولا وزر من المهالك إلا حسن تقواه، وما سواه سوى ظل وبعد رؤى، فالله أصل وغير الله أشباه. الالتفاتة الكريمة، وهي تكريم من طرف جمعية السلام للموسيقى والفنون الجميلة وإدارة دار الشباب بزيو وموقع زيو سيتي.نت. أشكر المنظمين كثيرا
وأعتبرها انتفاضة كريمة في حقي في هذا الشهر المبارك، متمنيا أن تكون فرصة لتكريم فعاليات أخرى من المدينة أبانت عن إخلاصها لهذه البلدة في كل المجالات الثقافية أو الرياضية أو الاجتماعية أو غيرها. شكرا للحضور الكريم، شكرا لكل الذين ساهموا بالغناء وبالشعر في إحياء هذه الأمسية، وممتن مرة أخرى لجمعية السلام ودار الشباب وموقع زيو سيتي بوانت. اليوم دار الشباب زيو بتعاون وبتنسيق مع جمعية السلام للموسيقى والفنون الجميلة وبشراكة إعلامية مع موقع زيو سيتي، تم تنظيم أمسية رمضانية للمديح والسماع التي أطربتنا من خلالها فرقة السلام للطرب الأصيل بمجموعة من المقاطع الفنية في مديح خير البرية. هذه الأمسية الرمضانية اللي عرفاش مجموعة ديال الفقرات ووصلات غنائية وطربية في المديح، كذلك عرفت احتفاء بالشاعر زبير الخياط اللي هو من بين الناس المؤسسين للحركة الثقافية داخل مدينة زايو، شاعر فنان رئيس جمعية أصدقاء الشعر، له دواوين كثيرة وإسهامات كبيرة في المجال الثقافي والشعري. بسم الله الرحمن الرحيم، بصفتي كعضو في مجموعة السلام، الأمسية دازت مزيانة، كان الحضور مزيان وكان تفاعل من الجمهور والحمد لله، وتكريم السي زبير خياط. بسم الله الرحمن الرحيم، السادة الحضور الكرام كنشكرهم اللي سهروا معنا في هذه الأمسية اللي نظمناها بشراكة مع موقع زيو سيتي وبتعاون مع إدارة دار الشباب، والحمد لله دازت الأمسية على خير وسلام ونالت الاستحسان ديال الجمهور، ومن خلالها تم تكريم الأستاذ زبير الخياط على مدى تفاعله وإشعاله لشموع الثقافة في مدينة زايو. كنشكروا جميع اللي حضروا معنا وجميع اللي ساهموا معنا بما فيهم مجموعة السلام للطرب الأصيل اللي فيها خيرات شباب أبناء زايو، ومن خلالها كنحاولوا نكتشفوا الأصوات والفنانين ديال مدينة زايو، وحبذا المسؤولين حتى هما يحاولوا يتعاونوا معنا ومدونا بمعدات اللي نشتغلوا بها. وشكرا لكم زايو سيتي.